فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما لكم كالوالد يعلمكم. فلأن المسائل دي لما قال تنكح المرأة أي أأذن لك شرعا أن تنكح المرأة على صفة من هذه الصفات، تنكح المرأة لمالها جائز، ولجمالها جائز، ولنسبها أو حسبها جائز، ولدينها جائز، بس ما يستووش. لنوالد وجاء ناصحا لنا ودلنا على كل خير حتى لو كان الخير كمثقال الذرة، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. تشعر بلفظة فاظفر دي كأن في معركة، وكأن في شيء نفيس الدنيا كلها بتتقاتل عليه، فبقولك اظفر الحق. فكأنك انت لو ظفرت بها يبقى كأنك انت أخذت شيئا نفيسا ليس له نظير. وهو هكذا، تأخذ المرأة الدينة فقط لا غير، يكفيك، تكفيك هي ويكفيك دينها وتعيش طول عمرك سعيد. لكن لو خدت أي صفة من صفات الثلاثة بدون الدين قد تشقى بها شقاء مريرا. تأخذها لمالها عشان غنية وانت أقل منها في المستوى، ممكن تربيك وتجوعك وتتعالى عليك وتبقى ما انتش قادر تتصرف. وانت عارف المرأة إذا استقلت بمال بيديلها نوع من الطغيان، إلا إذا حكمها الدين. عشان كده أنا بقول لك إيه، لو إحنا تركنا الدين وحنتكلم على الصفات الثلاثة دول لا يذل الرجل بها. الرجل اللي الرجولة ماشية في دمه ما يستحملش إنه يعيش مع واحدة من الثلاثة دول بدون دين. المال تتعالى عليه، وأنتوا عارفين الآية، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى نصف القوامة للرجل بيبقى قيم على المرأة بها المال. استقلت المرأة بالمال، جابت من أهلها فلوس، مستغنية تماما عن الراجل، بيبقى فيه بينهم مشاكل كبيرة. ولجمالها، المرأة في الأصل زينة، في الأصل المرأة زينة، ولذلك ندب الرجل أن ينظر إليها. امبارح جاتني فتوى غريبة قوي، إن في واحدة هي اللي بتبص على الخطاب، بتسأل كده بتقول لي أنا لا أسمح لأحد أن يرى وجهي، هي منتقبة ولا تسمح لأحد أن يرى وجهها. فيقوم لما يجي خاطب يخطب وهو قاعد في الصالون مثلا، تيجي من فتحة الباب كده وتبص عليه، إذا عجبها تقول دخلوه هاتوه، إذا ما عجبهاش تطرقوا. الكلام ده كلام غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأن الرجل يبحث عن الزينة والمرأة تبحث عن الصفة دي. المرأة العاقلة اللي بتفهم، الرجل عبارة عن صفة، مش ما تاخدش راجل كده أحلس أملس، ها، وأبيض وعينيه خضرة وعمال يندغ لبانة ولابس لي سلسلة وعمال يطرقع في الكلام، مش ده الراجل. الست العاقلة ده ما يمذبهاش، الست العاقلة تبحث عن صفات، الرجل هو اللي يبحث عن الجمال. ليه؟ لأن المرأة زينة في نفسها. وفي سنن النسائي أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. ولذلك المرأة عندها كلف بمسألة الزينة، وسنة تلبس وسنة تبقى جميلة والكيتة. ليه؟ لأن هي محط أنظار الرجل في هذا. ما فيش مانع أنك تأخذ المرأة لجمالها، بس مع كثرة المتاخمة الجمال بيروح، البريق بتاعه الأولاني بينتهي وروح. وممكن المرأة تزل جوزها الجميلة دي وتقول له ده أنا ست سيدك كان يتمناني، وتبص على المراية في حاجات عجائبة. أنا عندي يعني في حاجات عجائبة، يعني مثلا امرأة مثلا كل ما تقعد تسرح في المراية تقول لزوجها بصراحة يعني الجمال ده مش خسارة فيك، بتضحك معاه يعني، يا إيه بتضحك معاه يعني، ما فيش لا غضب ولا الكلام ده، بس تقعد ترمي بالكلام. هو بقى حصلته ده
مرة يعدي ومرتين ما يعديش ومرتين يعدي ومرة يعدي، المهم مشاكل بسبب الايه؟ بسبب الكلام ده. فالمرأة الجميلة ماشي الحال تزوج لجمالها، المرأة اللي عندها حسب ده دي مشكلة المشاكل، حصل بينك وبينها مشكلة زي ما يحصل في أي بيت يعني. أول ما تروح هناك أبوها له منصب، أخوها له منصب، ياخده يرمك في التخشيب على طول، تبقى من ضمن المحبوسين الأفاضل، ها، أو المجرمين الأفاضل اللي قاعدين في القفص، ها، مشرفين. فطبعا حاجة زي كده بتبص تلاقيك إيه، مناخيرك مكسورة على طول وما أنتش قادر، كل شوية في القفص بتكاكي، ها، وتطلع من القفص تلالي، يعني حاجة إيه، حاجة على المذهبين كده وكده يعني، الله المستعان. المهم كل الصفات دي لا يسعد الرجل إطلاقا مع المرأة إلا إذا ضم الدين. إذا كانت تتيه عليه بمالها يوم إيه تتذكر إيه الدين، وأنه لا يجوز لها، وأن الرجل هو قيمها وبعلها وسيدها فتقوم إيه، تقوم تكش شوية من المسألة دي، ها. إذا مثلا الحسب ولا النسب الكلام، تعرف أن يوم القيامة لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون والكلام ده، فتقولي أنا بتكثر بإيه يعني، ممكن هذا الرجل اللي هو ليس له النسب يسبقني ويسبق أهلي جميعا يوم القيامة. يعني إذا المعنى الديني هو اللي بيخلي أي صفة من هذه الصفات ممكن إيه، ممكن تستقيم، تستمتع المرأة بها ويستمتع الرجل بها. لكن إذا كان الكلام ده كله بدون الدين بتبقى مشكلة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا تربت يداك لها معنيان، المعنى اللي أنا أراه يعني أجود وأقرب والكلام ده، هو تربت يداك أي تعلقت يداك بالبركة، لأن التراب هو مصدر النماء والخير والبركة، فتربت يداك أي تعلقت يداك بالتراب. وفي بعض العلماء يقول إيه يعني يفسرها معنى افتقرت. سعيد المسيب نموذج لهذا الوالد الذي يفهم لماذا خلق، عارف يود بنته فين. احنا كلنا كنا فقراء، ما فيش واحد على الارض ها الا كان فقيرا. وانا بخاطب اولياء الامور اللي عاملين يغلوا في المهور والكلام ده، واقول له انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا والكلام ده، انا بقول له بالله عليك، الم تكن يوم تزوجت مثل هذا الذي تقدم الى ابنتك بل اقل، ومع ذلك قبلك والد زوجتك. انت النهارده معاك ايه من اصحاب الملايين؟ ما فيش واحد النهاردة قاعد على الأثاث اللي اشتراه في الزواج الأولاني، لا، نقل من شقة لشقة، نقل من شقة لبيت مثلا، نقل من بيت لفيلا والكلام ده، وجدد الأساس والعفش والكلام ده. طب تتذكر هذه الأيام وتعرف أن لولا أصلك النجيب ما كانتش البنت دي عاشت معاك هذه السنوات. فإحنا بناخد من قصة سعيد، وده اللي كان خطيبها مش واحد عادي، ده كان أمير المؤمنين خطيبها لابن ولي العهد، يوم يتزوجه لرجل لا يمتلك درهمين. هو ده الدين اللي يعمل كده، ما يعملش كده غير الدين. فيعني عشان كده أنا بأنصح دائما أن نقرأ سير العلماء، ولما نقرأ سير العلماء ما نمرش مرور الكرام كأنها حدوتة، لابد أن نستل ونأخذ العبرة من قصص هؤلاء العلماء. سعيد ترجمته الحياة طويلة وفلوه كلام جميل، يعني أهم حاجة في ترجمة سعيد غير مواقفه كلامه الجميل الفصل.